بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي بجمع الأصدارات المؤمنة والزكية، أعبر لسيادتكم عن خالص اعتزازنا بتشريفكم افتتاح هذا الصرح التكنولوجي العملاق، واستأذن سيادتكم في استعراض أهم محاور المشروع. بنهاية عام 2016 يا فندم، صدرت توجيهات سيادتكم بدراسة إنشاء مشروع متكامل يشمل أحدث القدرات التكنولوجية لتصنيع وإصدار كافة الإصدارات المؤمنة والذكية، للاعتماد عليه كأداة رئيسية في توفير الحلول المطلوبة لخطة الدولة في التحول الرقمي وكأحد آليات تطبيق الشمول المالي. خلال عامي 2018-2019 تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية لبناء هذه القلعة التكنولوجية الفريدة من نوعها، وبمشاركة أكثر من 100 شركة مصرية، حيث تم توفير حوالي 4200 فرصة عمل مباشرة وكذا 13000 فرصة عمل غير مباشرة أثناء عمليات التشييد والبناء. وتدل يا فندم الإحصائية اللي على يمين اللوحة مدى ضخامة وحجم المشروع وما يتضمنه من اشتراطات هندسية وفنية وأمنية معقدة، ورغم ذلك تم إخراجه بفكر تصميم لن يغفل فيه وجهة الحضارة المصرية على شكل زهرة اللوتس بما يعكس قدم حضارتنا وعزتنا بها. بالتزامن يا فندم مع العملية الإنشائية، تم البدء في اختيار الكوادر البشرية من مختلف التخصصات والاعتماد بصورة أساسية على الشباب حديث التخرج وتأهيلهم ببرنامج تدريبي نظري وعملي بواسطة نخبة من أمهر الخبراء الأجانب وبعض الخبرات الوطنية، حيث أثبتوا بكل اقتدار مدى استيعابهم للعلوم والتقنيات الحديثة رغم صعوبتها. أحب أن أطمن سيادتك يا فندم أن منذ منتصف 2020 تم تنفيذ كافة مراحل دورة الإنتاج والتصنيع ومراقبة الجودة والبحث والتطوير بالاعتماد على تلك الكوادر المصرية دون تدخل من الخبراء بمختلف الخطوط التكنولوجية. اسمح يا فندم أستعرض أبرز مكونات المجمع، فهو يتكون من مناطق تصنيعية عديدة تحتوي بداخلها على خطوط تكنولوجية متكاملة. وحقيقة الأمر أن أشير أن كل منطقة في مجمعنا تضاهي مشروع مستقل في المشاريع الدولية. أولى تلك القدرات وأبرزها هو خط من أحدث خطوط تصنيع الأوراق المؤمنة ومستلزمات طباعة أوراق البنكنوت وتصنيع الشبكات العلامات المائية الخاصة بها لتوفير كافة الاحتياجات الوطنية من أوراق المستندات الرسمية وأوراق طباعة النقد لصالح مطابع البنك المركزي. تظهر أمام سيداتكم يا فندم عينات فعلية تم تصنيعها بكوادر المجمع وبقدرات المجمع وأشاد بها المختصين في البنك المركزي وجودتها. ننتقل يا فندم إلى مصنع إنتاج الهولوجرام، وهو يعد من أكبر مجمعات صناعة الهولوجرام في العالم بمختلف تطبيقاته وأحجامه، ويستخدم في العديد من الحلول التكنولوجية أبرزها حماية وتأمين الوثائق والمحررات الرسمية ضد التزوير، ويعتبر هو الأحدث كبديل للأختام التقليدية. منع الغش التجاري، إمكانية التتبع الآلي لكافة السلع والمنتجات. وتسمح لي فندم في ضوء توجيهات سيادتكم خلال افتتاح مدينة الدواء بضرورة توفير منظومة لتأمين وحوكمة منتجات المدينة، أحيط سيادتكم علما يا فندم أنه تم التخطيط الفعلي بالتنسيق مع المختصين
وذلك بدءا من التشغيل الخاص بمنتجات المدينة لإنتاج الملصقات التأمينية ولصقها على المنتجات الدوائية. ننتقل يا فندم إلى خطوط تصنيع الكروت والبطاقات الذكية وأبرز تطبيقاتها: الكروت مسبوقة الدفع، الهوية الذكية الموحدة، الخدمات المصرفية بأنواعها، صفحات بيانات جوازات السفر، والتي تتيح إمكانية إضافة خواص تأمينية وشرائح إلكترونية ذكية تمنع أي محاولات للعبث أو التزوير بها. يتم تناول كل المنتجات في خطوط السابقة من خلال طباعة مؤمنة بقدرات عالية لمنتجات عديدة أبرزها الأوراق والمستندات والطوابع الضريبية وتأمين المنتجات ضد محاولات الغش التجاري أو التقليد. خطوط تخصيص البيانات لكافة أنواع البطاقات الذكية وجوازات السفر الإلكترونية السابق تجهيزها بربط مؤمن وآلي وبأعلى مستويات الحماية للبيانات المخزنة عليها، حيث تم ربطها من خلال العديد من التطبيقات. وأطمن سيادتك يا فندم إن في فريق مختص بهذا المجال لتكنولوجيا المعلومات هو اللي قام بكل إجراءات التأمين على أعلى مستوى، وأجاز المجمع كأكبر منصة في الشرق الأوسط للتصميم والإصدار وتخصيص البيانات بأعلى مستوى التأمين من المنظمات الدولية. ننتقل إلى مركز تجميع وتحليل بيانات، وهو صرح تكنولوجي عالي المستوى، هو الأحدث من نوعه في العالم، ويتميز بالعديد من التقنيات تحقق أعلى معايير الحوكمة الآلية وتنظيم كافة وظائف الخطوط التكنولوجية السابق عرضها، وتساهم بشكل فاعل في إتاحة أفضل بيئة رقمية مطلوبة لتكون بمثابة بوابة إلكترونية بالتنسيق التام مع كافة جهات الدولة، تنظم وتمكن من الوصول إلى كافة الحلول التكنولوجية اللي هنستعرضها أثناء العرض مع سيادتك فندم. سيد رئيس الجمهورية، لم يعد استخدام التكنولوجيا أو الرقمنة من رفاهيات العصر بقدر ما أصبحت لزاماً على الحكومات والأوطان، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف. أولاً على مستوى الدولة تم التنسيق التام مع كافة الوزارات والهيئات طبقاً لتوجيهات سيادتكم لاستغلال إمكانيات المجمع وإصدار كافة الوثائق على مستوى الدولة بأسلوب عالي التأمين. هناك العديد من الأمثلة لشهادات الميلاد والمؤهلات الدراسية الجامعية وما قبل الجامعية ووثائق الزواج ورقم قومي، وصولاً إلى أن يقوم المجمع بعد هذا التنسيق إلى كارت ذكي موحد يحمل كافة البيانات والخدمات بشكل رقمي ومؤمن ويوفر متطلبات التأمين والبيانات. تجميع قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة يمكن استغلالها في تكوين رؤية استراتيجية للموضوعات المحددة، وبالتالي توفير الدعم لمتخذ القرار بشكل تحليلي ودقيق، كما يهدف إلى دعم جهود أجهزة الدولة في إجراءاتها للتحول للشمول المالي، ويساعد بشكل إيجابي في دعم إيرادات الدولة من خلال السيطرة على التهرب الضريبي ومنع الغش التجاري، مع إحكام السيطرة التامة على المحررات الرسمية للدولة وتوحيد الخصائص التأمينية لها طبقاً لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال، كما يحث ويشجع المنتجين على تحسين جودة السلع والخدمات مع تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة وتيسير عمل الجهات الرقابية، ويوفر العديد من العملات الأجنبية من خلال تقليل عمليات الاستيراد لتلك المنتجات من الخارج، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية لصالح الصناعات الموازية والتكميلية بهذا المجال. أما فندم على مستوى المواطن، فهناك تلك التطبيقات وفائدتها تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة للمستهلك، مع حصول المواطن على خدمات حكومية ميسرة من خلال تقليل التعامل البشري والحد من آثار الروتين، مع توفير الوقت والمجهود للحصول على الخدمات وإتاحة الوسائل والأدوات اللازمة المواكبة للتحول الرقمي والدمج في مبادرة الشمول المالي،
وبعد إذن سيادتك فنم فيه فيلم يقدر يعرض حنصل بالمنتجات بتاعتنا إيه لبعض الحلول الذكية للشهادات والبطاقات، وكان آخر إصداراتنا بطاقة ذكية بتحمل بيانات للمومياوات لصالح وزارة الآثار، بحيث إن هي يكون عليها قاعدة بيانات وتتبع وتتيح للسائح التعرف على تاريخ وصورة الأثر والترجمة اللغوية ليه. ده يا فندم شكل التطبيق، ويبين مدى يسر وسهولة التعرف على البيانات للشريحة الذكية داخل البطاقة، وده المفهوم الخاص باستثمار التكنولوجيا اللي بنمتلكها 100% في هذا المجمع، واستغلال قدرات مركز تحليل البيانات. النموذج الثاني أمام سيادتك الكارت اللي تم إشارة إليه، تحركنا فيه مع السيد وزير الآثار والسياحة للتحرك ليكون نموذج لكل القطع الإثرية، يتاح من خلاله التأمين للبيانات وقراءة بتاريخ بعدة لغات للأثر، وفي نفس الوقت يدي عملية إحكام وسيطرة للتأكد من عدم تحرك القطع الأثرية من مكانه. أما النموذج الأمام سيادتك يا فندم، ده نموذج حقيقي للإصدارات سيادتك وجهت بيها لصالح المجلس الأعلى للجامعات لإحدى الطلاب، وبيبان هنا مدى استخدام التكنولوجيا في التعرف على صاحب تلك الشهادة وتقديره والتأكد من هويته، فبنمنع أي تلاعب بتلك البيانات. سيادة الرئيس، أستاذن سيادتكم في عرض كلمة مسجلة عن ريادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال سعي الكيانات العالمية العاملة بذلك المجال لتقديم حلول مشتركة على المستوى الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار تم إنشاء وتطوير الموقع الإلكتروني للمجمع باللغتين العربية والإنجليزية، وجاري إضافة لغتين أخرين ليكون منصة دولية تليق بهذا المشروع العملاق للحلول التكنولوجية الذي يقدمها المجمع، وكذا لفتح آفاق تسويقية عالمية. في هذا الإطار يا فندم سنستعرض مع سيادتك كلمة مسجلة لكل من السيدة إيرينا، وهي المدير المسؤول عن مجموعة الخبراء اللي نقلوا الكوادرنا التكنولوجيا، ويليها السيدة صوفيا مديرة أحدى أكبر المنصات العالمية المسؤولة عن هذا المجال. Ваше превосходительство, господин президент, уважаемые дамы и господа, разрешите поблагодарить вас за оказанное высокое доверие нашей индустриальной инновационной группе в создании плечом к плечу с нашими египетскими коллегами такого уникального, не имеющего аналогов в мире и тем более в регионе, самого современного индустриально-инновационного комплекса по производству всех видов электронных биометрических документов, соответствующих защитных элементов, защищенной бумаги, а главное инновационных систем для министерств, государственных учреждений и всех государственных органов. Особо хочется отметить совместную работу, которая была сделана в рамках не просто строительства инновационного комплекса, а в передаче всех 399 видов объектов интеллектуальной собственности и технологий египетскому государству, которые впитали в себя молодые студенты и ученые различных специализаций и были подготовлены теоретически и практически, чтобы реализовать данный проект. В завершении я хотела бы поздравить народ Великого Египта, страны цивилизаций, с торжественной процессией по перевозу древних царей и цариц фараонов в новую обитель. Mr. President, Your Excellencies, what an honor, what a joy it is for me to be with you today as we witness how Egypt embraces a modern vision of the digital society. Today, we witness the birth of an institution where we will see how digital identities, secure digital identities, are the building block around which we construct the whole trust model of society,
where the government can finally establish an individual relationship with each and every citizen, whether old or young, whether underprivileged or privileged, the government will be able to make sure that each and every citizen can assert his rights, can have a chance to assert his talents and access a whole set of privileges as a student, as a patient, as an employee, as a person trying to find for a job. All of this is possible because all of the technologies that are necessary to build today's trust model are now mastered in Egypt at this incredible secured and smart issuance complex where Egypt asserts its will to be independent, autonomous in creating these fundamental tokens for the citizens to be able to access services. May this Egyptian experience inspire many more countries across the Middle East and Africa. I'm sure we will soon hear about best practices about how secure digital identities are being interpreted here as a really strategic building block of a secure digital society. وفي نهاية العرض اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أكرر أسمى معاني الشكر والتقدير على دعمكم المستمر ومتابعتكم لحظة بلحظة منذ بداية التخطيط للمشروع وحتى خروجه إلى النور بهذا المستوى الاحترافي الذي يليق بمصرنا الحبيبة ويواكب ما تشهده الدولة من نمو في كافة المجالات. ونعاهد سيادتكم على المضي قدما لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع. اسمح لي يا فندم أن يقدم مجموعة من العاملين بالمجمع هدية تذكارية يدخل فيها نسيج إحدى منتجات المجمع.